بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا مع الاتحاد المصري لكره القدم اللي اعلن اسناد طاقم تحكيم اماراتي لاداره مباراه منتخب مصر وزامبيا الوديه. وحكم الساحه هيكون احمد عيسى درويش، وهيعاونوا كل من سبت عبيد وسعيد المرزقي ويحيى الملا حكم رابع، وعلى تقنيه الفار محمد عبيد خادم واحمد الراشدي. كمان هيدير طاقم تحكيم مصري مباراة المنتخب الإماراتي أمام الكويت، واللي هتقام النهاردة الساعة 8 على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي. طاقم التحكيم المصري بيتكون من الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، وهيساعده سمير جمال وسامي محمد ومحمد عادل حكم رابع. الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إسناد إدارة مباراة المنتخب الأولمبي والأردن الودية النهاردة لطاقم مكون من أحمد الغندور حكم ساحة، وهيعاونوا كل من شريف عبد الله وهاني عبد الفتاح ومحمد عباس قبيل حكم رابع. المسؤولين في النادي الأهلي قرروا بعد اجتماع امبارح مع لجنة التخطيط وفي حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة تعيين محمد شوقي لاعب الفريق الأحمر والمنتخب الوطني السابق نائبا لبدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين. الدولي المصري محمد النني أعلن دعمه للقضية الفلسطينية، وده عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات إكس، وده في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة واللي راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم أطفال ونساء. كمان أعلن نادي برينغهام سيتي الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بشكل رسمي تعيين واين روني المدرب للفريق بعد رحيله عن القيادة الفنية لنادي دي سي يونايتد الأمريكاني، ووقع واين روني على عقد مدته 3 سنين ونصف.